هذا إعلان حرب واضح أنهم إذا استهدف المعتدلون، إذا استهدف القرضاوي وهو محسوب على الإخوان، إذا استهدفت حماس محسوب على الإخوان، إذا استهدفت تركيا وحزبها عنده خلفية محسوبة على الإسلاميين والإخوان، وهم أيضا كانوا يعتبرونهم معتدلين وقربوهم ومكنوهم وأوصلوهم لبعض الدول وسكتوا عنهم، والآن اعتبروهم إرهابيين واعتبروهم أعداء واستهدفوهم. معنى ذلك أنه هامش كبير جدا من أي تحرك ضد الهيمنة والسيطرة سيكون مستهدفا بطريقة من باب أولى. فتلك تلك القائمة قائمة العار، وهي بالنسبة لنا قائمة الشرف. ربما عجزت الأمة الإسلامية أن تنتج مرجعية لها في المرحلة القادمة، فكان هذا ربما عملا مباركا أن العلماء الذين صنفوا إرهابيين ربما سيكونون هم المرجع، وكما هو صادق الغرياني مرجعا في ليبيا والقرضاوي في الشرق وغيرهم من العلماء في المشرق والمغرب. نقول أنه لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، وهذا ما أسقط القناع الأخير عن توجهات السعودية والإماراتية وأي دولة كانت تتغنى بنصرة الإسلام والمسلمين.